الحمد لله الذي من على عباده بالأموال والأولاد، وجعل ذلك فتنة لعباده، ليختبر بذلك من يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد ممن يضيعهم ويتركهم، فيكونون خسارة عليه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم الجواد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه في القول والفعل والاعتقاد وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. أيها المسلمون، إن الزواج في ساحة هذا الكون أمر حيوي له أهميته الكبرى، فهو ركن من أركان الحياة الاجتماعية التي لأجلها خلق الله هذا الكون، ولها وضع الله الشرائع السماوية. فالزواج سبيل إلى التآلف والتعاون بين أفراد الأمم، ورابطة عظيمة يربط الله به بين الأسر. فصلة الزواج أقوى صلة للمودة والرحمة بين كل من الزوجين والأسرتين، حتى يكون الكل ربطة واحدة، وحتى تكون كل عشيرة عونا وعبدا للأخرى على درء المضار وجلب المنافع، كما أنه موجب للعفة وحصن للنفس من الوقوع في المناهي، وصيانة للمرأة عن الهلاك الحسي والمعنوي. فلولا النكاح لاختلطت المياه واشتبهت الأنساب وضاعت الأولاد. ولذلك علي الإسلام به عناية بالغة، واهتم بأمره اهتماما بالغا، فدعا الإسلام أتباعه إلى الزواج وتحكيم روابطه بينهم، فقال المشرع سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فوعد الله المتزوج بالغنى وكفايته مؤونة الزواج والنفقة، إن هذا قليل من كثير. ففي الزواج فوائد جمة ومنافع كثيرة، ولكن الذي يؤسف له ويبكى عليه وتضيق الصدور منه أولئك الأولياء الذين يضعون العراقيل والعقبات في وجوه الشباب العزل من المادة، الأغنياء دينا وخلقا، فيحولون بينهم وبين مرادهم فيحرمونهم ويحرمون بناتهم، فتمكث البنت في بيته سنينا تنتظر الإذن بالزواج وتخشى فواته، إذ لا حول لها ولا قوة، فهي لا تبحث عن مادة ولا تبحث عن منصب وجاه، إنما تبحث عن زوج صالح تسعد به ويسعد بها، يحمي عرضها ويعف نفسها ويحصن فرجها وتقر عينها به ويقر عينا بها. فيقف هذا الرجل، يقف الذي والله الله أمرها وجعل القوامة بيده على أهل بيته وعليها، يقف الذي ائتمنه الله عليها، فيحول بينها وبين مرادها، فيدني الشاب الذي اتصف بالدين والخلق، يأتي الشاب الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من رده ورفضه،
فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيقابله بالرد والرفض لقلة في ماله أو تأخر في منصبه، فيلجئ هذه المسكينة إلى إشباع غريزتها بما حرمه الله عليها. وقد شاهدنا فيما سبق، شاهدنا بوادر ذلك ونشاهده كل يوم، ونحن نعلم الداء وبأيدينا الدواء. فسار بعضنا في بيداء الجهالة الجهلاء، فأفيقوا من غفلتكم أيها الأولياء، وارجعوا إلى أحكام شريعتكم، ويسروا مؤونة الزواج بينكم، ولا تتكلفوا بالنفقات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فقد زوج النبي بعض أصحابه على خاتم من حديد، وبعضهم على سور من القرآن يعلمها الزوج لزوجته. فعليكم باليسر والتخفيف من المهر، ولا تكلفوا الزوج فوق طاقته. وفتشوا عن الدين والخلق، قبل تفتيشكم عن المال والجمال. فكم من موسر غني شرس الأخلاق سيء المعاملة، قد أشقى زوجته وجعل البيت في جحيم يلهب وسعير تتقد. وكم من فقير تزوج وهو ذو خلق، قد أسعد زوجته وجعلها في رغد ونعمة. وكم من فقير تزوج وهو لا يملك إلا نفسه وزوجه، وبعد فترة من الزمن أصبح من كبار الأغنياء. وكم من غني تزوج بأبهى الزينة والحلل، ثم بعد قليل أصبح من أفقر البشر. فالمال والجاه والمناصب والرتب أعراض زائلة ومظاهر خداعة. أيها الأولياء من التجار، أيها الأولياء من أصحاب المناصب المرتفعة، أنتم القدوة في تخفيف المهور، أنتم القدوة في تسهيل الأمور، أنتم المنظار لمجتمعكم. من منكم يبدأ بهذا؟ من منكم يبدأ في عرض ابنته على الصالحين ليكون قدوة لغيره من العالمين؟ من منكم يبدأ بهذه السنة ليحييها وليقتدي بها غيره من عامة المسلمين فيحظى بأجرها وأجر من عمل بها؟ أيها الأولياء، إنها سنة قد فعلها نبيكم وقائدكم، ومن هو خير منكم؟ ألم تعلموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار عليا لابنته فاطمة ليكون زوجا لها؟ ألم تعلموا أن عمر الفاروق لما توفي زوج ابنته حفصة لقي عثمان فعرضها عليه فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي يقول عمر، ثم لقيته فعرضت ذلك عليه، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج. فعرضها عمر على أبي بكر فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت أبو بكر ولم يرجع إليه بشيء. يقول عمر: فكنت عليه أوجد منه على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحها إليه. يقول عمر: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. فقلت: نعم. فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت علمت رسول الله قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها لقبلتها. والقرآن يقص علينا قصة شعيب عليه السلام مع موسى بن عمران، فيقول الله عنه: قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. الآية. فيا أيها الأولياء،
اربأوا بأنفسكم وأولادكم وبناتكم وأولاد المسلمين، أدوا الأمانة، أدوا أمانة الله فيهم، لا تلجئوهم إلى الفساد والفجور والخناء، لا تلجئوهم إلى الفساد والفجور والخناء بتصرفاتكم وشروطكم أيها الأولياء. والله إن كثيرا من المتعففين قد لجأوا إلى المسلمين يطلبون منهم العون والمساعدة، وهم من أبناء العوائل المعروفة بالعفة والعفاف والترفع عن المسألة، ألجأهم إلى ذلك ما يفعله البعض من أولياء الأمور في الوقت الذي يئن فيه كثير من الفتيات ويشتكين ما يعشنه من فوات قطار الزواج، فقد وصل العمر ببعضهن إلى سن 30 وإلى 40 وهن ما زلن في عداد الأبكار. فاتقوا الله، اتقوا الله يا من ولاكم الله أمرهن، اتقوا الله فيهن، لا تحرموهن من حياتهن وسعادتهن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وانظروا في مشاكل شبابكم والتمسوا لها العلاج النافع لتسلموا من شرها وتأمنوا خطرها، وإن من أكبر مشاكلهم عزوف كثير منهم عن الزواج، وهي مشكلة عظيمة يترتب عليها مضار كبيرة وعواقب وخيمة. وإن من علل بعضهم التي يتعللون بها أن الزواج المبكر يشغل عن الدراسة والاستعداد للمستقبل، وهذه حجة داحضة، فإن النكاح لا يمنع المضي في الدراسة، لا يمنع المضي في الدراسة والنجاح فيها، بل ربما يكون عونا على ذلك، فإن الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل واحد منهما عونا للآخر. ولقد أثبتت التجارب بأن الزواج سبب من أسباب الاجتهاد والمواصلة والتفوق، لأن الطمأنينة والسكون وراحة الضمير سبب كبير ومقوم من مقومات الدراسة، ولا يأتي ذلك إلا بالزواج. وأما من قال إن الزواج المبكر الشاب مؤونة النفقة على الأولاد والزوجة، يحمل الشاب مؤونة النفقة على الأولاد والزوجة إلى آخره، فهذا أيضا ليس بمسلم فيه، لأن الزواج سبب لحصول البركة والخير، لأنه طاعة لله ورسوله. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالذي يسر الزواج سييسر لك الرزق. أيها الشباب، إياكم والعزوف عن الزواج، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح سنتي، فمن لا يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. ولقد فهم السلف الصالح أهمية الزواج وأثره في صلاح شؤون الدنيا والآخرة. يقول عمر رضي الله عنه: لا يمنع الزواج إلا عجز أو فجور. ويقول عبد الله بن مسعود: زوجوني
فإني أكره أن ألقى الله وهو عزبا. قالها وهو مطعون. وورد أن الإمام أحمد تزوج في اليوم الثاني من وفاة زوجته وقال أكره أن أبيت عزبا. أيها المسلمون، وفي ختام هذه الخطبة هناك ملاحظة يجب أن يتنبه لها الجميع، وهي دخيلة على هذه البلاد، دخيلة على هذه البلاد من البلدان التي استخربها الغربيون والشرقيون، فبدأت الآن تطبق هنا في بعض بيوت المسلمين، في بعض بيوت المسلمين الذين عاشوا على الفضيلة وابتعدوا عن الرذيلة. فلقد تبين وجود ذلك عند بعض الأسر بحجة أن ذلك سبب من أسباب التفاقم والمحبة والمحبة بينهما، فتكون هناك علاقة مباشرة عن طريق الهاتف وغيره بين الخاطب وخطيبته، يقولون لأجل أن تقتنع الفتاة به ويقتنع بها تلبيس من الشيطان واتباع لمنهج أعداء الرحمن. وإلا فإنه لا يخفى على كل عاقل، فضلاً عن أن يكون مسلم، أن المرأة ستظهر له بأجمل مظهر، وستنطق له بأحسن منطق، وستريه من بشاشتها وحسن تصرفها في هذه المدة القليلة، ثم إذا تملك بها ستسأم هي من تلك التصرفات المصطنعة، وستعجز عن المداومة عليها، ومن ثم سيكون الزوج قد اعتاد تصرفاتها قبل الدخول عليها، فهو يريدها أن تستمر على ذلك وأنى لها. كما أنه سيدور في ذهنه يوما من الأيام وستخالطه الشكوك فيها، فسيخشى أن تختلي بغيره كما اختلت به، لأنه رأى منها قبل ذلك قلة الحياء والتعدي على حدود الله بمخالفة أمره. ثم كيف يسمح الآباء لبناتهم بهذا الفعل الشنيع باسم الصفاء والأمان؟ فالشيطان لا يعرف صفاء ولا أمانا. فكم من فتاة ضاعت باسم الأمان، وكم من فتاة حملت من خطيبها باسم الصفاء والأمان. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. فحافظوا على بناتكم أيها الآباء، فإنهن أمانة في أعناقكم، ستسألون عنهن يوم القيامة. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فإن الله أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم، اللهم زينهم بزينة الإيمان، اللهم زينهم بزينة الإيمان، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم من نوى الزواج فيسر له أمره، اللهم من نوى الزواج منهم فيسر له أمره برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.